سفينة عريقة خسرناها بخطأ فني. قد يكون شاهدت أو سمعت بسفينة شراعية عتيقة كانت موجودة على أحدى جوانب كورنيش مطرح، وتساءلت أين هي الآن؟ صنعت السفينة في مدينة صور في عام 1343 هجري الموافق 1924 ميلادي لصالح أسرة البلال، ولها عدة أسماء من بينها عطية الرحمن وفتح الكريم، وتعد من السفن ذات الحمولة الكبيرة نسبيا، حيث تبلغ حمولتها ما يعادل 220 طن، ويبلغ عدد بحارتها حوالي 20 بحارا باستثناء الصغار الذين يسافرون للتعلم ولا يعاملون معاملة البحارة. بدأت رحلتها الملاحية في النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين، فتنقلت من البصرة إلى موانئ الخليج العربي واليمن والهند. واجهت السفينة عدة مصاعب، من بينها اصطدامها بباخرة في الخليج العربي مما أدى إلى انكسارها، وجنحت إلى البحرين لإصلاحها، ثم تعرضت مرة أخرى لكسر في أحد جوانبها أمام خليج عدن، وعادت مرة أخرى بعد أن أدخلت للصيانة. وظلت السفينة تمارس نشاطها حتى عام 1973 ميلادي. في بداية عام 1973 اشترت الحكومة مجموعة من السفن العمانية التقليدية لاستخدامها بمثابة معالم بارزة تدل على عراقة التاريخ البحر العماني، ومن بين ذلك هذه السفينة. أوكلت مسؤولية رفع السفينة إلى أعلى الشاطئ في مطرح لشركة غير متخصصة، وقام الفنيون بوضع كابل حديد في منتصفها من أجل جرها وتحريكها، مما أدى إلى انشطارها من الوسط، فبقيت على ساحل مطرح فترة طويلة ثم أزيلت لنفقد واحدة من المعالم التراثية المهمة التي كانت تعبر عن ازدهار النشاط البحر العماني.